موسم يعني مال تخييم، حابين نروح ونشوفه اذا الجو زين ومكان حلو ومرتب يعني هناك نروح نخيم، واذا ماكو مكان يعني نشوف لنا بيت ناجره او نرجع لغير مكان نقعد فيه. وهسه احنا بالطريق. هسه طبعا احنا بالطريق، بعدنا مواصلين هنا. طبعا هذا احنا المكان اللي جاي نمشي بيه على طول الطريق، مي جاري، مكان يجنن، مكان كلش حلو. وقفنا بمكان مثل ما تعرفون غي عبودي يتقيع، هاي احنا من نروح ونرجع عبودي يتقطيع علي بس يتقيع يضحك علي القعده مالت محمد. طيب وهذا المكان شنو يجنن اللي وقفنا بيه، مكان كلش حلو وما شاء الله كميه الهواء اليوم هواء كلش قوي. كميه الهواء شنو؟ الهواء كلش قوي اليوم ما شاء الله. المكان كلش حلو هنا. أنا ما شاء الله يعني باردة، هسه رغم ما احنا هسه السادس ما شاء الله باردة باردة، يعني الهواء كلش حلو هنا أنا. يعني بالفي واليوم هو اصلا ما شاء الله. هنا أنا غيت المشاغب إيديك أحجار نانا بالماي ما يقعد راحة أبد. كيفو غيتو؟ وهنا عبد الله وقفنا على مود ياكل، على مود معدته شويه يصير بيها اكل، لان اذا ما صار بيها اكل يبقى يتقيا بالطريق. كنت انا اكل بداله بس فجيت. اي خطير، عاد محمد ياكل بداله على مود يشبع. راح يطيرون من الهواء. طبعا وصلنا نهاية الكرة الأرضية، صعدنا صعود مو طبيعي، والشارع طبعا تعبان تعبان فد مرة وماكو. لازم هسه هاي راح نمشي ونشوف إيه لو لا اكو، يعني مكان تعبان حين بس ان شاء الله نلقاه مكان يسوى، مو بس هذا التعب، التعبنا والطريق فد مرة.
ولا شنو؟ نتمشى على مود نشوف. تعالونا اطلب النجدة غيث. مكان مقطوع بس خلينا نشوف بلكي يعني بلكي نلقى المكان. غيث دير بالك مام. تعال مكان مقطوع شمس قوية. تروح نعلم ليش استرافتيني فراشي فراشي نعلم الورد. شوف جماله شكد حلو. هاي قطعت هذه ماما. تعالي اصعد. يلا اصعد. ورد نجمع زرد ورد 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 يا الله يا الله ماما. لقاها لقاها محمد وصل بس ماكو احد. واخيرا وصلنا. تعبنا كلش منايمين من البارحة. تعب الطريق. هذه البحيرة هذه البحيرة اللي نشرون عنها وخاصين بيها طبعا. هذه هي طبعا أبد ما تسوى. مكان ما يسوى. حرامات واحد يطب للمكانة لأن المكان كلش تعبان. الطريق مالته كلش تعبان. مو شلون ماشيين عود هم شنو يقولون هذا المكان اللي هنا يمهم هذا المكان عود يخيمون بيه بالشتاء الثلج. بس الطريق خطر يعني كلش تعبان. يعني تعبان هي مو خطورة بس تعبان كلش. هاد مرة هذا هو المكان بحيرة بيلاو. نشر عنه قد ما يعني قد حلو النشر مني نشروه ولا تقول من واحد يجيب الواقع ويشوفه. هذا هو قدامكم. شوف احنا وين صاعدين هسه. البيوت تبين نمل. صعد كلش قوي هسه. طبعا احنا لين شفنا المكان ما يسوى فرجعنا راح نشوف لنا بيت او نشوف مكان نشوف شلون نصير. وراح ننزل على كيف لين شنو. الطريق كلش تعبان. انا ورا ما رجعنا من بحيرة بيلاو جينا يعني شو اسمه المكان اسمه كاني باست. هم صعدنا لهم نفس الطريق ترابي وتعبان بس اشوه. اي وقت لقنا من التراب بس اشوه من بحيرة بيلاو يعني طريقها. وان شاء الله يطلعهم حلو يسوى لان اماكن جديدة ما رايحين لها احنا. وهذا الشجر كرز. يمكن كرز شجرة الكرز متروسة كرز. شوفوا شلون كرز لون مالته يجنن. ماروني شلون شارع شلون شارع حلو. بس احنا السماء طارق. مكان كلش حلو يعني من الكرز الضيق شوي. اليوم يوم يوم الاشياء الواحد يجازف بيها. خلصناها مشي بمشي. نوقف السيارة ونطب نشوف المكان شنو وين. لين جاي يعطينا اماكن ماكو نطب عليها. شارع كلها محفرة.
تعبانة فد مرة. هاي كلها مزارع كرز وعنب وأشكال بيها جوز. احنا شنو احنا نريد مكان ما تخييم. قالوا هذا المكان عاد كلش حلو شلال والمكان مالته ما تخييم يعني جون العالم تخيم بيه كلش حلو. فقلنا نجي ونشوفه ان شاء الله نلقاه. مكان بعيد مسافة مع المشي. مغامرات شوفوا هاي الشجرة ما أعرف شنو هذا. هم كرز بس بعده صغار. هذه الساقية مال مي. بعد الورق كله ما العنب. العنب بعدهم صغار ناعم بعدهم مستوي. هذه كلها هنا كرز أشجار مال كرز. أصوات هدوء صوت المي والهدوء شقد حلو. هذه كلها مزارع زارعين بيها. ما اعرف بعد لوين نوصل. ايش قد مشينا هاد الساقة مال مويه. طبعا محمد يقول كلش بعيد فما نقدر نمشي والاطفال ويانا. ما عبد الله باطل السياره من تعب مسافه كلش بعيده. مثل ما تشوفون الطريق مقطوع ومو عدل والمي ما شاء الله بارد. ها طبعا هذا المي ثلج يخبل يخبل. هذا المي يروي. غسلت وجهي ومحمد غسل رجله ويوسف هم غسل. راح نرجع شو زرابية اي يهم يفتدام دائما نروح يقرصنا. خلنا نرجع احسن لنا نرجع نشوف لنا مكان احسن. طبعا رجعنا الشغلة وراح نشوف لنا بيت نأجره طبعا ونرتاح. لين تعبنا تعب مو طبيعي دمرنا من السيارة لين صارلنا كل شوية يعني السيارة. ولهنا أنا راح أختم وياكم الفيديو وإن شاء الله ينال إعجابكم ومع ألف سلامة.